بعث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس كرونبيرغ أمس جميع الأطراف المعنية بالتطورات في اليمن على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرا من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقال إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها على حد تعبيره. يأتي ذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف للحوثيين فجر أمس، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة في بريطانيا استهدفت عدة مواقع لجماعات الحوثي في العاصمة صنعاء. وقد تفاوتت ردود الفعل الدولية والعربية في المنطقة إزاء الهجمات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد مواقع تابعة لجماعات الحوثيين، داعية إلى التزام الهدوء وضبط النفس وتجنب اتساع نطاق الصراع في البحر الأحمر. من جانبه قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن إن الضربات الأمريكية في اليمن والتي استهدفت أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء لم يكن لها تأثير يذكر، ومتوعدا بالرد. التوتر في البحر الأحمر إلى أعلى مستوياته، سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية على مواقع حوثية في اليمن تشعل أزمة في منطقة البحر الأحمر وصد دعوات أممية لتجنب التصعيد. وبعد مضي 24 ساعة على قارات أمريكية بريطانية مشتركة، نفذت الولايات المتحدة فجر اليوم ضربات جديدة استهدفت منشأة رادار بالقرب من مطار صنعاء. وقالت واشنطن بأن القارات كانت أقل نطاقا من سابقتها وإنها محدودة جدا وموجهة. الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد بالرد على الأعمال العدائية لجماعة الحوثي في حال استمرت في السلوك نفسه، وإن هذه الضربات بمثابة ضربة استباقية تحذيرية ضد تهديدات الحوثيين بالرد، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتصدي لأي تهديدات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا من جانبه إلى عدم التصعيد في المنطقة والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدا بأن الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر غير مقبولة وتعرض سلامة سلاسل الإمداد العالمية وأمنها للخطر وتهدد الوضع الاقتصادي والإنساني في العالم أجمع. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت بناء على طلب من روسيا، أثار الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين إدانة دولية واسعة باعتبارها تمثل تهديدا بعواقب سياسية وأمنية واقتصادية، كما أنها تفاقم التوترات الإقليمية في المنطقة. وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر والحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.